مساكم الله بالخير جميعا. انا رايح انها حل المزاليف الديره، نبي نوريكم المزاليف كودها ان شاء الله تمشي. واحد اتصل علي قال ترى بدايتها تمشي ان شاء الله. عموما انا رايح لها الحين وبوريكم اياها، والله يجعلها ان شاء الله امطار خير وبركه. وصراحه هذا اسمه يوم الاحد المميز عندي انا، وبيصير الاسبوع هذا كله مميز، الارض ممطوره والحمد لله. ومثل ما قال هذه المزاليف ما شاء الله، هذا المزلف يصب ما شاء الله تبارك الله. ابى انزل واصور لكم، خلوكم معي بس. انزل ابو عابد، انزل. هذا المزاليف حق الديره، الحمد لله على عطائه، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. هذه المزاليف حقة زيتية، اللهم لك الحمد. تاريخ اليوم 18/4/1441 يوم الأحد، الساعة والله ما أدري، يمكنها الساعة 8:30، لا 9:45 اليوم، وصبها قوي. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. نعمة نعمة تبي شكر، الحمد لله. هذا حنا نخوض في هالم البارد، والله يا هو بارد، على أساس البرد اللي جاء بارد. إيه زي الثلاجة يا عبد الله مرة. الحمد لله بأخذكم لقطة من هنا إن شاء الله أنها تعجبكم. وشكرا ابو نواف انك علمتنا انها صبت، جينا عشان جينا نصورها، لاني مريتها قبل تقريبا ساعة ما بعد صبت، وها الحين صبت اللهم لك الحمد. والرعاد في القبلة، تو المطر واقف علينا من تقريبا ربع ساعة تقريبا واقفين علينا المطر. وهذا مزلف ثيثية، الله يجعلها ان شاء الله امطار خير وبركة، الحمد لله رب العالمين. هذا يتراحم منه، وهذا بيت الحلوان، وهذا المسجد، وهذه مدرسة أثيثية. مفتوح؟ يمكن في أحد في السيارة من هناك ولا شيء. الحمد لله رب العالمين.